نحن احنا طبعا اساتذين على حاله ما كنت افتخرين بترابي المعرب الجمعية أنشئت بواحد 8/2018 بناء على المعاناة اللي عانيتها أنا شخصيا لفترة 35 عام بمرض الفينيلكتونيوريا، ولدت فكرة أنه نأسس جمعية لننقذ هالأطفال اللي بيعانوا من هالمرض واللي ضاقت يعني بهم السبل مثل ما بيقولوا في الوصول لتشخيص المرض وعلاجه. ايوه يزعل خجلان مسكين. هلا حاليا بجولاتنا اللي قمنا فيها في المحافظات وصلنا ل 21 طفل مصاب بالفينيلكتونيوريا، وحاليا بعد ما زرنا مراكز المعاقين في المحافظه منتشره في المحافظه توصلنا يعني للاشتباه أو شاهدنا أعراض على أطفال حوالي 24 طفل، أخذنا منهم عينات دم وراح نبعث التحليل على اليونان، بعثناه لليونان مشان نتأكد من أنه هن مصابين أو ما مصابين. في حال تأكد أنه الطفل مصاب منطبق عليه نظام الحمية الغذائية ومنعطيه الحليب الخاص هذا. الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. تم الحديث عن هذا المرض مؤخرا أنه مرض وراثي ينتقل عبر الآباء من أبوين حاملين لهذا المرض. هذا المرض طبعا عبارة عن ارتفاع نسبة الفينيل الموجودة بالدم. الأشخاص العاديين بيكون عندهم أنزيم خاص بتحصيم هذا مادة الفينيل، لكن الأطفال المصابين بهالمتلازمة هاي بترتفع مادة الفينيل، الأنزيم هذا ما موجود فبتراكم بتحول لمادة سامة وبينتقل عبر الأعصاب للمركز الدماغي وبيخرب خلايا الدماغ.